مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج اسأل القانون. نطلع عليكم كل يوم على تلفزيون دولة الكويت. أرحب فيكم كما أرحب بزملائي داخل الاستديو الدكتور خالد الياقوت. مساك الله بالخير. هلا بنور عمر الله يحييك. وأيضا زميلتنا المتميزة أستاذة إيمان العجمي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. نفس ما عودناكم الأسبوع هذا بالذات عقب العيد نبتدي بأخبار المحاكم أو الأخبار اللي طقت على السطح، قتل، مخدرات، سوشيال ميديا وغيرها من الأمور اللي تهمكم وتهم عيالكم. دورنا هني هو نشر الثقافة القانونية والوعي القانوني عشان لا تقولون ما نعرف أي موضوع. راح إن شاء الله ندش فيه ونشرحه ونحاول نوصله لكم بطريقة بسيطة جدا وطريقة كويتية سهلة. شنو عندك أخبار أستاذ إيمان؟ من آخر الأخبار اللي تم تداولها أن الداخلية تحذر من تعريض الأرواح للخطر. 236 ألف مواطن ومقيم تجاوزوا الإشارة الحمراء خلال 2022 و2.6 مليون سائق تجاوزوا السرعة المحددة، يعني 2,600,000 شخص تجاوزوا السرعة المحددة. الإشارة الحمراء كم؟ 236 236 ألف. يعني مفروض أقل شيء 50% حوادث، يعني عندنا 125 ألف حالة وفيات. رقم مخيف. الرقم جدا مخيف أصلا. يعني بالنسبة حق موضوع قانون المرور والناس، لأنه هو اسمه قانون المرور يعني يستسهلون فيه للأمانة، وتلاقي يعني أنا أشوف الوضع أحيانا في الشارع حرب شوارع، الناس كلها دايسة، الناس كلها مو مهتمة. تحذير وزارة الداخلية تناشد المواطنين والمقيمين أن تخفيف السرعة، في كاميرات، ولكن ما زال هناك الرعونة والاستهتار موجودة. يعني مسألة السرعة هذه إحنا الحين ما نوقف على كم تجاوز الإشارة الحمراء أو كم شخص تجاوز السرعة المحددة، لكن اليوم نقول كم شخص يعني وصل فيه المرحلة أنه صار فيه وفيات، عائلات تشتتت، أكيد صار فيه عاهات مستديمة لأشخاص كثيرين. ودائما نلاقي بين فترة والثانية عوائل تناشد يا جماعة من اللي شاف الحادث، من اللي شاف المشعر، عشان واحد طايف الإشارة الحمراء. تعليقك دكتور. والله يعني قانون المرور يعني هذا من الشجون والهموم القديمة الحديثة المستمرة اللي تحتاج إلى مواكبة تشريعية وتحتاج إلى تطوير بعمر، خاصة يعني احنا قاعد نشوف ان كثرة هذه الأرقام مع كثرة السيارات اللي قاعدة تدخل وكثرة الرخص القيادة اللي قاعد تصرف، ويعني يعني نسبة وتناسب هذا العدد من الحوادث وهذه المخالفات، طلوع على الإشارة الحمراء، وهذه يعني هذه شروع في القتل، طلوع على الإشارة الحمراء، لأن الإنسان اللي طالع من الصوب الثاني وإشارته خضراء ومؤمن وأنت طالع على الإشارة الحمراء، فهذه يعني خلينا نقول 80% قتل، فبالتالي أو إصابة يعني شديدة تؤدي إلى يعني مستشفى لمدة طويلة. فالمناشدة بأن تتشدد العقوبات، لأن الداخلية حطت الكاميرات، وحطت الكاميرات اللي تصيد الحزام الأمان، وحطت الكاميرات اللي تصيد استخدام التلفون أثناء القيادة، وانتشرت الكاميرات خاصة في الشوارع الحية وممنوع الوقوف. لكن احنا ناشد تجديد العقوبات صراحة، يعني 5 دنانير و10 دنانير و50 دينار طلوع الإشارة الحمراء، هذه تضحية بأرواح الناس. احنا نشوف في دول مجاورة طلوع على الإشارة الحمراء 500 دينار. أبو عمر هو مو استرزاق، البعض يعتقد بأن نعم الداخلية قاعدة تسترزق أو الدولة تسترزق على حساب، لا، أنا بوجهة نظري الخاصة أعتقد أن الأمر مو مسألة استرزاق، الأمر مسألة ردع خاص وعام. يردع هذا الشخص لما يدفع 500 أو 500 ثانية، يعني سواء اتفق معي أو ما اتفق معي عدد كبير جدا من الناس بأن لا والله 500 دينار شلون هذا معاش، أطوف أنا مرتين 1,000 دينار معاش إيش كثر، اخلطوا في الإشارة، لأنك أنت قاعد تعرض أرواح الناس للخطر. روح الناس هذه تعادل أكثر من 500 وتعادل أكثر من 1,000 وتعادل أكثر من 10,000 دينار، لأنك أنت قتلت إنسان. وبالتالي إحنا ترى هذه في تطبيقات في دول مجاورة أعرفها بدون ذكر أسامي هذه الدول، 500 دينار طلوع على الإشارة الحمراء، دول معروفة وقريبة ومجاورة. فليش ما يصير التشديد؟ لأن إحنا كل ما صارت فكرة التشديد في العقوبات ظهرت أصوات بأن لا الفقارة المساكين وتشددون عليهم وتترزقون من حسابهم. لا، هو مو ترزق، هو ردع لمن تسول لنفسه الطلوع وتعريض أرواح الناس للخطر، وبالتالي تبي قانون
شدد في العقوبات. ترى كل الدول الغربية والشرقية والخليجية وكل الدول. خلنا أقف عند هالنقطة دكتور، أنت أثرت نقطة الدول الغربية والشرقية. اليوم كلنا ككويتيين أو كشباب لما نسافر إلى دول أوروبا أو أمريكا، ليش كلنا نمشي مثل الساعة في هذه الدول؟ لأن احنا خايفين من القانون. هناك ما في واسطة، ما في واحد تروح المخفر تتصل تلفون عضو مجلس أمة غيره من القياديين يطلعك. حزام أمان، سرعة، نطالع الشارع كم، 80 120 120. أمريكا علمتنا وأدبتنا وأدبت الكثيرين، طلبة ورايحين سياحة وغيره، حتى بالشوارع فاضية الشارع بس في لوحة مرور أطفال مات مدرسة، علمونا إياني وياك الطوف، نوقف 5 ثواني ما 6 ثواني ونمشي. إذن المشكلة مو في القانون، عندنا أحكام في المحاكم دكتور، حبس وحج سيارة، والإدارة العامة للمرور عندها صلاحيات شبه مطلقة. يعني القياديين في الداخلية يفهمون كلامي، لكن أنا منظوري أضم صوتي وصوتك مو كافي. وراح أوجه رسالة حق المستهترين اللي ما يخافون على الناس ولا يخافون على حياة الناس ولا يدرون أن هذه كبيرة من الكبائر، ويمكن بعض الأخوان العلماء في الشريعة تكلموا أن هذا قتل عمد نفس ما تفضلت، وغيره وغيره من الأمور الشرعية. أنا بتكلم من ناحية قانونية دستورية، شنو تستفيد هالثانيتين الثلاثة لما تقص الإشارة؟ شيء منطق، بس أبيك يعني تفكر بهالدوسة البنزين اللي ممكن تروح فيها واحدة تكد على أسرة، ولا شايب، ولا يتيم ما عنده، يعني الأسرة ما عندهم إلا هاليتيم، وهذه حدثت بالفعل، وغيرها من هالأمور. إذن ألخص كلامنا، إحنا محتاجين إلى تشريع قوي، مو بس حبس مع وقف التنفيذ، لا، نبي حبس من أمن حبس العقوبة. حبس نعم. بالضبط، من أمن القاعدة من أمن العقوبة أساء الأدب. فرسالتنا حق الأخوان في المؤسسة التشريعية أو الأخوان في الداخلية يملكون ينزلون قرار بصفة مستعجلة، خاصة موضوع الإشارة الحمراء يا جماعة، ما هي كاميرا، كيفكم كاميرا حطوها 500؟ وانت ضربت مثل على دول المجاورة، أنا بتكلم عن دولة خليجية حديثة في تشديد العقوبة، كل شيء بفلوس، من تطلع من أول متر بالدولة إلى آخر متر بالدولة كاميرات بكل مكان. يقولون الشباب من هالدولة إن الكل مشى على القانون، إذا ما كان حب للقانون فهو خوف من البيزات. معاشك 500 دينار ما عندك استعداد تدفع 450 قرامات للدولة. هو الموضوع مو بزنس، بس لازم نشد عشان نرد، نخاف على عيالنا ونخاف على شيابنا. أستاذ إيمان عندك مداخلة. أنا أهم يعني نقطة أحب أذكرها في هذا الموضوع، يعني ما شاء الله وفيتها والموضوع من كل النواحي، لكن كثير من المستهترين في القانون شادين الظهر بالتأمين الشامل، سيارتي تأمين شامل، دعمت، صار بالسيارة، شركة التأمين راح تعوضني، صح؟ أول ما تروح لشركة التأمين راح تهلي وترحب وتقول لك عطني ورقة حادث، وبعدين تعطيك التعويض كامل، وترجع عليك بعد سنتين أو حتى سنة أو أقل من ذلك بعد ما يصدر عليك أمر جزائي ثابت فيه إنك طفت الإشارة الحمراء وهي من المخالفات الجسيمة، راح ترفع عليك قضية وتخليك تتكبد كل الخسائر اللي سببتها لك ولغيرك بسبب هذا الحادث. يعني انت لا تستانس بالتعويض وانه تأميني شامل، تأمين الشامل ترى فيه بعض البنود المهمة جدا اللي يغفل عنها الكثير. فدائما الناس شو تقول؟ مع التأمين الشامل ايش بيسوي لي، انا سويت حادث، فهذا اللي قوي الناس. لكن او بعض الاشخاص اللي فعليا يتجاوزون على القانون، احنا فعليا بحاجه لي، انا اضم صوتي مع لصوت الدكتور في تغليظ عقوبات قانون المرور، اصبح لا يواكب الوضع اللي موجود بعدد السيارات بعدد الاشخاص، فعليا نحتاج لتغليظ هذه العقوبات. الاشاره الحمراء خلاص هي نوصل مرحله، او السرعه الزايده، لان احنا فوق ال 120 اللي هي مسموح فيها القانون، 120 تحت فوق ال 120 السيارة تتحكم فيني، أنا ما أتحكم فيها. وهذا يمكن شفناه في كثير من الفيديوهات المتداولة، شلون السيارة تفلت بلحظة، شلون تاير يفلت بلحظة، أنت ما تقدر تدارك بعض المواقف اللي تصير لك في الشارع. فلذلك اليوم لا التأمين راح يحميك حتى وإن عطاك الفلوس حالا بعد الحادث، لكن بعد صدور الأمر الجزائي قانون المرور فعليا إحنا ناشد بتغليظ العقوبات في قانون المرور، فلن نفس ما قال الدكتور من أمن العقوبة أساء الأدب. الشيء بالشيء يذكر دكتور، نفس ما تفضلت زميلتي إيمان، بس نذكر الإخوان اللي تابعونا اليوم في برنامج اسأل القانون، وثيقة التأمين اللي ذكرتها أستاذة إيمان ما تغطي حالات معينة أثناء الحادث. نذكرها على عجالة، قيادة مركبة بحالة سكر، الإشارة الحمراء، نحط بينها قوسين موضوعنا المهم، وهذه رسالة حق كل مستهتر ومستهترة أيضا، عدم حمل رخصة، السرعة فوق المعدل
عكس السير، ننتبه عن الخمس حالات اللي ما تغطيها وثيقة التأمين حتى ولو كانت شامل. ما في شيء اسمه مع حق عدم الرجوع، لأن وثيقة التأمين تخالف القانون. ننتبه حق هالجزئية، وعسى الله يحفظ عيالنا وأبنائنا ومجتمعنا من كل إشارة حمراء ومن كل مستهتر. هني للأسف وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، إن شاء الله تابعونا باكر وعندنا المزيد والمزيد من المعلومات القانونية في اسأل القانون. مع السلامة.